ماذا ترى؟ جئت لإخراجك. الحمد لله، هناك مشكلة صغيرة واحدة فحسب. تعرضت لبعض الإصابات ولست متأكدا من قدرتي على السير. لما اختطفك قطاع الطرق؟ اكتشفوا أسطورة قديمة حول كنز كبير في هذه المنطقة، ولأنني مؤرخ مشهور افترضوا أنني قد أنفعهم في تحديد مكان الكنز المذكور. تم الأمر بنجاح. أنت بأمان الآن. الآن بخصوص هذا الكنز. كنز؟ لا يوجد كنز، على الأقل ليس من الذهب. بالطبع لم أتمكن من إخبار قطاع الطرق، وإلا قطعوا رقبتي. إذا لم يكن ذهبا؟ إنها المياه التي تجري تحت أقدامنا في أرض قاحلة. تلك المياه أثمن من أي قدر من الذهب. فهمت. الحمد لله.